الو، كل سنة وانتي طيبة يا حب الكون يا مدفية العش. وانت طيب يا روح قلبي. انا قلت انك مش هتفتكر. انا انسى اي حاجة ومنساش قفص الصدر ومكنونه. طب انا في البيت متأخرش. لا خلصت خلاص وجاي لك اهو. هدية؟ اه طبعا جبت لك هدية. امال ايه؟ لا خليها مفاجأة بقى، مش هينفع اقول لك عليها. وانتي طيبة يا حب الكون يا مدفية العش. يلا يا روحي باي. هديتي ايه؟ هي ناقصة اهتمام اللي لاقيه في وشي بقى ده. يا ريس امسك سون. طيب باي باي. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. عندك حاجة تنفع عيد جواز؟ نعم. أصل أنا النهاردة عيد جوازي، عقبال عندك يعني، وعايز أخش على مراتي بحاجة، عندك حاجة تنفع؟ آه فهمت حضرتك. في شوكولاتات، في حلويات، في لانشون بالجبنة، وفي جبنة سادة، وفي سجاير. لا لا أنت فهمتني غلط. أنا عايز حاجة ينفع تتحط في بوكس، بالونز، الحاجات الفكسانة دي اللي النسوان بتحبها. مش فاهم حضرتك. طب بص يا علي، إيه أغلى حاجة عندك؟ أمي. أمك؟ ربنا يخليها لك يا سيدي. الله يرحمها. الله يرحمها يا سيدي. نفترض بقى ان امك الله يرحمها لسه عايشه، وانت عايز تجيب لها هديه من هنا، هتخش عليها بايه؟ ميره اصفر. والله يا باشا كنت بلف لها على الكشاك على ميره اصفر، كانت بتحرق حرق. طيب انا مش هجيب هديه خالص يا علي، انا عايز كارت اكتب لمراتي عليه عيد جواز مبارك، عيد جواز كريم. عندك كروت؟ موجود يا فندم. فودافون ولا اورانج؟ امك ارتاحت يا علي، امك ارتاحت والله. السلام عليكم. لا 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 لا، خد كل اللي انت عايزه. انا مش عايز حاجه، انا عايز اخد الهديه دي واديك ثمنها بس. لا ما تدوش انت بعيني. ابوس ماشي هموتك. انا هاخد الهديه بس عشان محتاجها واديك ثمنها بس. مش هموتك. خد كل الفلوس. مش عايز. خد كل حاجه. مش عايز بتاع العربيه. ابوس ايدك. ماشي هموتك. انا عايز الهديه بس، عايز الهديه وهديك ثمنها. الهديه بس. ادي الهديه، ادي الهديه. بس بس اهدى اهدى يا ابن المرووش. الهديه دي فيها ايه؟ يعني انا قلت لك حاجه مش عاجباك هتقتلني. مش هقتلك ليه؟ الهديه فيها ايه؟ انت هتقتلني. مش هقتلك ولا فيها ايه؟ لا لا هتقتلني انت. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ده مات. بص يا حبيبي، بوبي مات على فكره، بس انت شكلك واد جدع. انت ما شفتنيش عشان انكر ما يروحش في داهيه. اوكي ما شفتنيش. حول ولا قوة إلا بالله، حول ولا قوة إلا بالله.